استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم السيد إنمار ديفوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة. وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن أطيب تهانيه إلى جلالة الملك المفدى بمناسبة منح جلالته وسام الاتحاد الدولي للفروسية للقادة، تقديرا وعرفانا لدور جلالته واهتمامه بدعم وتطوير رياضة الفروسية، مشيدا سموه بما تشهده رياضة الفروسية في مملكة البحرين من تطور مستمر بفضل دعم جلالته الذي أهلها لتبوأ مراكز متقدمة في هذه الرياضة في مختلف المحافل الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد سموه أن رياضة الفروسية تعد جزءا من تراث مملكة البحرين وثقافتها العربية الأصيلة التي ترسخت منذ القدم بفضل اهتمام الآباء والأجداد وتوارثتها الأجيال المتعاقبة، مشيرا سموه بالدور الذي يقوم به الاتحاد الملكي للفروسية في مملكة البحرين في تطوير ودعم رياضة الفروسية ورفع اسم البحرين عاليا في المحافل الرياضية وتعزيز الحضور البحريني في البطولات الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب رئيس الاتحاد الدولي للفروسية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حفاوة الاستقبال، مشيدا بما لمسه من سموه من اهتمام برياضة الفروسية التي انعكست إيجابا على تحقيق البحرين العديد من المراكز المتقدمة في البطولات الإقليمية والعالمية.